أهلا بحضراتكم. بنستكمل مسيرتنا مع أعلام ومشاهير القراء في دولة التلاوة، ونتوقف اليوم عند محطة مهمة وهي محطة فضيلة القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، الذي رحل في سن صغيرة تقريبا 47 عام، ولكن رغم ذلك ترك إرثا كبيرا وعظيما ما زال موجودا حتى الآن ونستمتع به. اليوم مع فضيلة القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في مصر دولة التلاوة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الشيخ كامل يوسف البهتيمي بطل القراءة، كان لديه مقدرة كبيرة على التنقل بين المقامات بصوت قوي عميق مملوء لكن ليس عاليا. كان الشيخ البهتيمي يخصص ليالي للقراءة في منزله كل جمعة، ويخصص واحدة لقراءة القرآن وأخرى لقراءة التواشيح. رحم الله بطل القراءة. برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم صاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم. أهلا مرحبا بحضرتك. اسم ضفنا اليوم أو نجمنا اليوم إنجاز التعبير فضيلة الشيخ كامل يوسف البهتيمي كان حاضر معنا الحقيقة في الأيام الماضية، فلو خصصنا له بقى هذا اللقاء بداية، ماذا تقول عنه فضيلة الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اليوم نتكلم عن التوأم الذي وصف بالحنجرة الفولاذية. التوأم لأنه توأم روح الشيخ محمد صديق المنشاوي، الله يرحمه، ونزل معه عند الشيخ محمد الصيفي كضيفين على ما كان يجري عليه عادة الشيخ محمد الصيفي من اكتشاف مكتشف المواهب. مظبوط. ومات في نفس السنة التي مات فيها الشيخ محمد صديق المنشاوي قبله بشهور قليلة. الله يرحمه. ولد فضيلة الشيخ محمد زكي ابن يوسف البهتيمي المشهور بكامل يوسف البهتيم، لأنه محمد زكي اختفت شوية واشتهر بكلمة كامل، ينادوه في البيت بيها كامل، ودي كان ليها قصص موجودة حينئذ أبقى أقول لك عليها إذا كان في وقت. 1922 ومات 69، يعني عنده 47 سنة، يعني زي ما بيقولوا في عز شبابه. صح. لكن هو ولد وحفظ القرآن ولم يذهب إلى أي معاهد علشان يعرف القراءات زي كثير ممن رأينا، ولم يدرس دراسة أكاديمية على أحد في مقامات الموسيقى، إنما لما نزل مصر القاهرة وسكن عند الشيخ محمد الصيفي اللي كان بيبحث عنه وعرف إن في واحد طلع في بهتيم شبرا الخيمة اليوبية، يعني في القاهرة الكبرى، بس حاجة تحفة وحاجة كسرت الدنيا، فراح قال لا ده لازم أشوفه. راح بالخفاء كده علشان يسمعه في أحد الليالي وانبهر به ودعاه قال له تعالى في مصر، أو مصر عمل فيها أيوة، دي زحمة مصر دي طول عمرها من أيام ابن بطوطة وهو بيوصفها إن هي زحمة. فقال له لأ ده أنت هتسكن معي. ونزل فعلا الشيخ البهتيمي فوجد صديق عمره وتوأم روحه محمد صديق المنشاوي، يعني تصحب سويا في ضيافة الشيخ محمد الصيفي رضي الله تعالى عن الجميع. أمين يا رب.
كامل البهتيمي مدرس فعملاله الحكاية دي جوه شيء من التخوف. صحيح هو على ايد احمد صبرة وده كان من الملحنين الكبار، يعني ايه فك الخط، يعني عرفوا المداخل والمخارج بتاعة المسائل، لكن مش اكاديميا، يعني مش متخصص لكن عارف دي ايه ودي ايه ودي ايه على سبيل كده. لكن لما نزل مصر قال طب ما هو الناس بتقول ان الموهبة لازم ليها من علم يحميها وكده، الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده كان برضو شايع ساعتها، فحاول انه يدخل الازهر فما كملش، ما عرفش وتغيب كثيرا. طب ايه الحكاية بتتغيب في ايه؟ هل كان نايم مثلا وكده؟ أبدا، ده كان بيلف على رجوله ورا رفعت الشيخ محمد رفعت الشيخ محمد رفعت سبحان الله، وكان بيلف على رجوله على الشيخ علي محمود ويقعد ساكت، وكان في المجلس كده عشان يشوف حركاتهم وسكناتهم وقفلاتهم وبداياتهم وكلامهم ومصطلحاتهم. فدي بنسميها ايه بقى الحالة دي؟ الممارسة. عشان كده كان بيقال ان هو في 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 بداياته الاولى كان يقال ان هو بيقلد شوية الشيخ محمد رفعت. لما كلهم كانوا بيقلدوا رفعت، واخد بالك؟ ما احنا قلنا الوحيد الفريد يعني حاجة كده. فهو الممارسة دي بتحل محل العلم. يعني ممكن انت اللي احنا بنسميه ايه بقى الصنايعي، صح، تلاقي واحد نجار يعني ما راحش مدارس وما درس بالخبرة ديزاين وما عملش ايه، لكن ايده تتلف في حرير. ليه؟ من الممارسة، من التجربة، من الخبرة، من التدريب. فهو قضى لياليه كلها طواف، فده ممكن نقول عليه القارئ الطواف. الله، جميل التعبير. والله طواف طواف، وشاف بقى الأساطين كلها اللي موجودين في الساحة. الشيخ محمد الصيفي قال له يا شيخ يا بهتيمي، روح قدم طلب للجنة الاستماع. فقال له لا أخاف، قدم يا ابني طلب، ده انت صوتك حلو وامكانياتك حلوة وانا عارف. لا اخاف. راح جايب له مين بقى؟ جايب له الشيخ علي حزين. قال له يا ابني انت فلته وقدم، وانا بأمرك ان انت تقدم. هم حاسين انه هيجتاز الاختبار؟ ما هو هم عارفين طبعا، دول اهل صنعة ودول اهل نغم ودول اهل قراءة ودول اهل علم. ف اقتنع وراح وهو يرتعش علشان يقدم الطلب، وتقدم للجنة، واللجنة فيها بقى أكابر نجح وخد امتياز. يبقى إذن الممارسة لها أثر مثل الأثر اللي بيناله في لأن احنا لو كنا فاكرين واحنا بنقول هو القراءة فن ولا علم؟ ايوه، ما هي فن في جزء منها وعلم في جزء منها، والممارسه دي بتخليك 100% في جانب الفن. واللي بيدرسوا على احمد صبرا برضو بيقدم. فدخل الاذاعه، فانتقل من بهتيم التابعه للقليويه الى القاهره في تطوافه وادراكه للاكابر، إلى بقى إنه هو صوته يتسمع في كل حتة، لغاية ما دعوه إنه يقرأ في القدس. الله. أيضا، وراح فعلا وقرأ في القدس وأدى أداء حسنا في حياته كلها. فالشيخ البهتيمي نقدر نقول عليه صاحب الحنجرة الفولاذي.
أستاذاً حضرتك، نستكمل بقى السيرة الطيبة مع فضل الشيخ كامل يوسف البهتيمي، ولكن بعد فصل قصير إن شاء الله. أرجو حضرتك وأرجوكم خليكم معانا. أسطورة من أساطير التلاوة، صوت قوي جهوري، ومع هذا يحتوي على خشوع غير عادي، فيه صرخات في نهاية كل جملة نغمية يقولها وفي كل آية، ويشارك أن المستمع ينتظر نهاية الجملة حتى يستمتع بهذه الصرخة التي ليس فيها تكلف، ولكن تشعر أنها من القلب. يبدأ بقرار بيات كعادة القراء، وفجأة يصعد إلى جواب هذا المقام، وهنا تظهر الصرخات، تظهر الانفعالات، تظهر الخشوع، خلطة عجيبة لم تحدث في تاريخ التلاوة بين قوة وباور في الصوت، وفي نفس الوقت خشوع غير عادي. الشيخ كامل يوسف بهتيمي حتى إذا ذهب إلى مقام مثل الحجاز الذي يقال عنه مقام التنديد والقوة والزجر والتهديد، نلاحظ أنه يقول هذا المقام بخشوع غير عادي. ومقام السيكة المبهج أيضا أشعر بالبكاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أجمل أو أحسن الأصوات قال: من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. تشعر أن الشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمه الله يخشى الله أثناء التلاوة، انتقالاته، انفعالاته، تشعر أنه يذوب في القرآن ومعاني القرآن. قارئ يحس ويسمع. مثال على أسلوب كيف يسيطر على المقام، يضع عليه إحساس الخشوع مع أن إحساس المقام غير هذا. مثال: يا أيها الإنسان ما غرك. إحساس وتدفق في الأحاسيس لدرجة أنه يشارك وكأنه في مسجد يتعبد ويتعايش مع القرآن. حقا صوت من القلب. وسط صخب الحياة في مدينة بهتيم بمحافظة القليوبية، تجد نوراً وبرهاناً ودليلاً ونبراساً وعلامة فارقة في تاريخ هذا الحي، هو القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. وعلى أرضها أقام المؤسسة التي تحمل اسمه وتسير على نهجه في تعليم أصول تلاوة القرآن الكريم، اقتداءً بشيخهم الجليل. علمه البيان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. وحمل أحد شوارع المدينة اسمه عرفاناً وفخراً. أما قبر البهتيمي فهو مزار لمحبيه ولعشاقه، ويتوافد عليه العشرات
لقراءة الفاتحة والدعاء للشيخ الجليل. برحب بحضراتكم مرة أخرى وبجدد ترحيبي بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بحضرتك صاحبي. أهلا بيكم. أهلا وسهلا. نرجع تاني لمسيرة الشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمة الله عليه والانتشار الواسع والشعبية والجماهيرية الكبيرة واللي وصلت حتى إلى الرئاسة وإلى الحكم وحب الرئيس عبد الناصر ليه. هل في تفاصيل؟ هل في مواقف جمعت ما بينهم؟ كان بيستدعيه لحفلات الرئاسة بالاسم. يعني هاتوا النهاردة يعني عبد الناصر هو اللي كان بيختار، مش مثلا المكتب مثلا المكتب أو مثلا السيد سامي شرف الله يرحمه. الله يرحمه. لا، ده عبد الناصر بنفسه هو اللي بيطلب إنه الراجل ده ييجي. هو مات قبل يعني عبد الناصر بسنة، هو مات 69 وعبد الناصر مات في سبتمبر 70. مظبوط. هو مات في فبراير 69، فكان بيلتقي بيه كثيرا وبالطلب، فمما يدل على انجذاب عبد الناصر لهذا الصوت أو لهذا الأداء. وهو عمل كده برضو مع آخرين. مظبوط. ولكن كان الشيخ يوسف رحمه الله كامل يوسف البهتيمي كان مميز، كان مميز في أدائه. طيب رغم وقت الوفاة، يعني كان عنده 47 سنة، عمر صغير جدا يعني في عز شبابه زي ما بنقول، ولكن لف الدنيا، لف العالم الإسلامي يعني. لأنه تميز. نمرة 2، تميز شابا وصغيرا. نمرة 3، العالم في هذا الوقت من في الفترة اللي هو من 22 ل 69 كان يموج بالأحداث. هناك محاولة الصهاينة للاستيلاء على فلسطين، هناك محاولة للتحرر من كل الشعوب، هناك بحثا عن الهوية، هل هي هوية إقليمية تاريخية ولا هي هوية عربية إسلامية. في العالم كله كان يموج، فكانوا بيحتموا جدا بالحاجات دي. بيحتموا جدا بالقرآن وبأهل القرآن وكذا. صغر السن والشهرة المبكرة مكنته من إنه هو يلف العالم. ودي برضو علامة مولانا إنه هو توفي صغير، ولكن إرثه مازال موجود بهذا الشكل وتأثيره مازال عايش. هيفضل عايش. هو الراجل ده لما دخل الإذاعة هو ليه ختمة كاملة، ختمة مجودة كاملة ما شاء الله، يعني كمان مجودة مسجل ليه. المرتل بقى نص بس، عمل الصعب يعني المرتل نص ختمة، يعني 15 جزء، لكن المجود لا، فيه ختمة كاملة ما شاء الله له. المواصفات اللي زي دي يا مولانا، مواصفات قارئ بهذه الصفات، يعني هل ترى بأنه بالفعل أخذ المكان اللي كان يستحقها ما بين عالم القراء منذ وقت ما وحتى هو اليوم؟ هو مش أخذ وبس، لا هو أخذ المكان، ولكن كان محسودا. محسود بمعنى يعني ما كانش حد سايبه في حاله. هو طبعا استقل عن الشيخ الصيفي وخد مكان مستقل، وقال لسيدنا الشيخ الصيفي يعني كتر خيرك على الضيافة دي كلها وكذا، وأخذ شقة بر وابتدى تفتح عليه فلوس كتيرة جاياله من الشهرة دي. سمعت انه كان بياخد وصل يعني في جنيه في الدقيقة، ده في الإذاعات الخارجية يعني. خد جنيه في الدقيقة، في الدقيقة في جنيه على طول، اللي هو كان تقريبا يساوي جنيه ذهب في الدقيقة. فهو الدنيا جت وكده، فحسد على هذه المكانة، هذا الانتشار، هذا الرزق، فيقال انه في حد وهو في ميتم من مياتم بورسعيد انه حاول قتله. للدرجة دي؟ ايوه. فوضع له شيئا في القهوة التي
تناولها قبل التلاوة. فلما جه يتلو حصل له ما يشبه الجلطة يعني أو شبهها كده، اللي يقول من بره يقول دي لأنه تلعثم وبعدين دماغه تقلت ولسانه تقل ونقلوه إلى البيت وتعالج وكذا إلى آخره، لكن ربنا نجاه منها، نجاه من الحادثة دي. لكن بدأت المشكلات الصحية، وفضلت المشكلات الصحية لغاية ما مات. رحمة الله عليه. أخيرا يعني شخصية بهذا الحجم لو وصفناها مرة تانية من فضل الدكتور تقول عنها إجمالا بعد ما استعرضناه من معلومات رغم قصر فترة العمر؟ بنقول توأم الحبيب الشيخ المنشاوي، وبنقول صاحب الحنجرة الفولاذية. نعم، رحمة الله عليه، رحمة الله، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور. شكرا علي. شكرا لحضرتك، شكرا موصول لحضرتكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء. فضل سورة الكافرون فضل عظيم. فعن فروة ابن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جاء بك يا نوفل؟ قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال: اقرأ، قل يا أيها الكافرون، ثم نم. نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، فهي سورة التوحيد. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل